تقسيم أنواع، التدليس أنواع، تدليس تقدم، تدليس شيوخ، تدليس إسناد. تدليس الإسناد هذا مراتب، منه أن يسقط الشيخ شيخه، من يسقط شيخ شيخه، وهو المسمى المعروف بتدليس التسوية. وما من حيث القبول فمنهم من قسمهم إلى 5 طبقات، وهذا لم يكن معروفا عن الأئمة الأوائل. والمعروف عن الأئمة أنه إن كان التدليس غالبا عليه، إن كان التدليس غالبا عليه فإنه يرد حديثه، وهذا قول علي بن مديني رحمه الله. وأما إذا لم يكن التدليس غالبا عليه فإنه يقبل حديثه ولو بالعنعنة، وهذا ما عليه الأئمة المتقدمون. ولا يعرف عن أحد من الأئمة المتقدمين أنه أعل حديثا لثقة موصوف بالتدليس بمجرد العنعنة، ولا يعرف في هذا عن الأوائل ولا مثال واحد، بينما هو منهج مضطرد للمتأخرين. حسن البصري وقتادة وأبو إسحاق السبيعي والأعمش وأبو الزبير المكي وابن جريج والوليد بن مسلم وابن إسحاق وامثال هؤلاء موصوفون بشيء من التدليس، ولم يكن الأئمة يعلون أحاديثهم بمجرد العنعنة. ولا يعرف عن أحد من السلف أنه قال الحسن لم يصرح بالسماع فهو معلول، إنما يعلون بالانقطاع لا يعلون بالعنعنة. والتدليس شيء والعنعنة شيء آخر. التدليس نوع من أنواع الانقطاع، فإذا قيل دلس يعني أنه ما سمع، وأما العنعنة فلا تعني الانقطاع ولا تعني التدليس. وهذا من الفروق الكبيرة بين المتأخرين وبين المتقدمين. فالمتأخرون لا يقبلون حديث الموصوف بالتدليس حتى يصرح بالسماع، ويعلون حديث ابن الزبير عن جابر إذا لم يصرح بالسماع ما لم يكن من رواية الليث بن سعد، ويعلون حديث ابن جريج بالعنعنة وحديث قتادة والأعمش بالعنعنة، وهذا لا أصل له ولا يعرف عن أحد من الأئمة المتقدمين. قلت أكثر من مرة لا يعرف في ذلك ولا مثال واحد، فكيف يبنى منهجا أو كيف يبنى يوضع منهج ليس له مثال، إنما هو مجرد نظري. وما جاء عن الأوائل بأن المدلس لا يقبح حتى يصرح بالسماع، هذا يحمل على ذكاء التدليس غالبا عليه، وهذا الضرب لا يوجد أصلا في الثقات الموصوفين بالتدليس، وهذا الضرب لا يوجد أصلا في الثقات الموجودين بالتدليس الموصوفين بالتدليس. فأبو الزبير مقل ليس بمكثر، ولا إما الكبار لم يكن فيهم أحد التدليس يغلب عليه. ثم أن العنعنة قد تكسر من تصرف الراوي أحيانا. على هذا تقسيم المدلسين من حيث القول ورد إلى طبقات لا أصل له، إنما ينظر فقط هل التدليس غالب عليه أم لا. ومعنى غالب عليه يكون غالب حديث مدلسة ويكون مشهورا بذلك ومعروفا به. وقد أشار إلى هذا أيضا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه حين قال وشهر به.